أن المصلحة العليا للوطن تطلبت منا في الجيش الوطني الشعبي من منطلق مهامنا الدستورية اتخاذ مواقف صادقة وثابتة تجاه الوطن والشعب، لكوننا نعتبر أمن واستقرار هذا الوطن ووحدة شعبه وسيادته أمانة مقدسة في أعناقنا، لأنه تحرر من دنس المستعمر الغاشم بفضل التضحيات الجسام لآبائنا وأجدادنا الذين قدموا على مر العصور والأزمان قوافل من الشهداء عربونا لانعتاق من أغلال العبودية. فالجزائر أرض المقاومات والشهادات، تعرف جيدا قدر السيادة الوطنية وقيم الاستقلال وثمن الأمن والاستقرار، لأنها تجرعت بالأمس مرارة الاستبداد الاستعماري الغاشم والظالم.